بعد ثواني نتكلم في 10 تحديات، لأنه أكيد دي نص الصورة، لكن الصورة الحقيقية مش كل الناس بتعمل كده، وإحنا عارفين إن دي أسرار بنكشفها عشان بس نقول لبعض الناس إحنا شايفين. شغل عالي شغل عالي. زي ما اتفقنا، في أقلية من الناس في كل شغلانة بتعمل حاجات سلبية، ودي خلصنا كلام فيها بقى. تعالوا نتكلم في التحديات. كل شغلانة ليها جانب تاني إحنا ما نعرفوش وما نتخيلوش غير لو سمعنا من أهل الصنعة، أهل الشغلانة يعني. الناس بتشتغل في الـ HR حياتهم صعبة جداً على المستوى الورقي، يعني هو مطلوب منه كل يوم يملى كمية متطلبات ورقية، أو حتى لو ما كانتش ورقية فورمز كده على الكمبيوتر رهيبة جداً. ده تحدي كبير جداً وكفيل بأنه يستنزف طاقة أي حد. التحدي التاني، فكرة المسؤولية الرهيبة، إنك مسؤول إنك تختار الأفضل والأنسب واللي هيكسب الشركة طول الوقت. هي مسؤولية مرعبة، لأنه ما هو حتى مهما كان شاطر هو ممكن يتخدع، هو ممكن يعين حد والشخص ده ما يطلعش مناسب. الكلمة الصعبة اللي كل HR بيسمعها، ودي التحدي الكبير بتاعه، الجملة اللي هتتقال له: أنت اللي جبت لنا الجميل ده. التحدي الثالث، المسمى الوظيفي بتاعه أكبر بكتير من اللي احنا فاكرينه، أنه الراجل بتاع الانترفيوهات أو بتاع الورق اللي بيتستف. المسمى الوظيفي لشؤون العاملين كبير ومرعب، ومهامه ومسؤولياته كبيرة قوي، بس تقنع مين؟ احنا فاكرينه بتاع الانترفيو. التحدي الرابع، أنه العالم كله بيبص لقسم شؤون العاملين على أنه اللبنة الأولى في بناء أي شركة ناجحة، لكن للأسف في بعض الناس اللي بتفكر لسه بشكل تقليدي شؤون العاملين، لكن اللي بيفهم في الشغل عارف أهمية شؤون العاملين في صنع واتخاذ القرار. التحدي الخامس، أنه هو المكان الأخطر تقريباً، لأنه هو اللي بيتجمع فيه كل خيوط وتفاصيل وغالباً أسرار الشركة بكل أقسامها ومرتباتها وتقييماتها. يعني إحنا دايماً نسميه كده البداية والنهاية، بوابة الدخول وبوابة الخروج كمان. التحدي السادس، أنه هو شخص واحد لكن مطلوب منه يشتغل داخلياً مع كل الموظفين وخارجياً مع كل الجهات والمؤسسات، والأصعب التعامل الورقي مع المؤسسات اللي بره الشركة. التحدي السابع، فاكرين لما قلنا لما بيضحكوا علينا ان الورقة ما ضاعتش عندهم؟ لو الورقة بقى فعلا ضاعت عندهم، ده أصعب تحدي في حياته، لأنه مهمته مستحيلة، إنه لازم يلاقي الورقة، وإن كل ورقة عنده وثيقة مهمة جدا، لو ما لقاهاش مش هيسلم من تعيير الناس وقت طويل. التحدي الثامن في شغلانة العلاقات أو شؤون العاملين، يعني إنه لو هتشتغلها لازم تبقى عارف إن السلم الوظيفي مش طويل قوي، أو هو طويل قوي بزيادة، فما بنعرفش نوصل لفوق بسرعة. حقيقي المجال ده من المجالات الصعبة جدا، لأن الفروق بين المسؤوليات في الـ HR قريبة جدا، فصعب جدا إن شخص يترقى إذا كان في فرصة. وده يودينا للتحدي التاسع، رغم إنه الفرص قليلة أصلا، رغم ان معظم الشركات بقى عندها HR، بس اصلا الفرص في مجال شؤون العاملين قليله جدا، لانه في الاخر عدد الموظفين اللي بيشتغلوا الشغلانه دي محدود جدا. التحدي العاشر، ومتهيألي انه ده التحدي الاكبر والمسؤوليه الاعظم لاي حد عايز يشتغل الشغلانه دي بضمير، انه يستلم موظف في ليفل 1 او في المستوى الاول، موظف هو شاف فيه كام حاجه كويسه كده فقال لك ده هينفع الشركه، ويحوله في فتره زمنيه قليله لموظف في مستوى اعلى. ده النجاح الحقيقي لاي حد بيشتغل HR. ساعتها بس هنفهم المعنى الحقيقي لكلمه اداره الموارد البشريه، يعني اداره البشر، البني ادمين. وبالمناسبه في ناس كتير قوي تعرف تعمل كده.